بس بدي انصحك يا ابو طالب تغير اعترافاتك بالمحكمة. لساتك عم تفكر بالموضوع يا حضرة الضابط؟ صدقني يا ابو طالب. عمي اذا عندك غير رواية احكيها، اذا ما عندك خليني اتيسر الله يرضى عليك. ايش عم تكابر؟ سبق وقلت لك من اول ما التقينا اني ما رح غير اقوالي تحت اي ظرف من الظروف. فلا تعذب حالك. هي لي بخير. شرف عم شرف. فتحت الجلسة. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بعدك مصر على أقوالك يا أبو طالب؟ نعم يا حضرة القاضي. وهذا قرارك النهائي؟ نعم يا حضرة القاضي، هذا قراري النهائي. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم نور الدين القنواتي والملقب بأبو طالب بالسجن المؤبد مدى الحياة قراراً وجاهياً قابلاً للطعن عن طريق النقد صدر وأفهم علناً. هاتوا القلم من فضلكم وادواي يا بنا حلو رقبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي
بنتي لا تدعي على حالك، مو حرزانة، صار لك شيء؟ كسر الشمعة بسيطة. أنا والله آسفة، أنا فايقة من الصبح مكركبة بس. عن جد ماما، أنتي مكركبة ومو على بعضك اليوم. طولي بالك، هدي حالك. يا الله، ليش هيك اليوم أنا؟ بسيطة بسيطة. توبريني كملي أكلك، خلاص. وبعد ما نخلص أكل، إن شاء الله وتعالى بنقوم نلم هالقزاز مع الأرض، يلا. كملي أكل. تفضل. يلا سمي بالله عمي. ما بعرف ليش حاسة قلبي إنه عمي حمزة صاير له شيء. لك أمي برضاي عليك، الله يرضى عليك يا ربي. لك حاج بقى، حاج هلوسي بعمي. كملي أكل يلا. يلا عمي يلا، تفضلي. أبو العباس كشوله على الصدروف. خير أبو العباس؟ عدنا نجيب مي يا عبد. خليك تصل أبو عبد. يا حبيبي لك الشمع على الصدروف أبو العباس. شو صار بالخجر؟ مكاسة يا سمان. انتخي رمزي. شو وراك يا فخري؟ سيدي أسنانا لأبو طالب من المحكمة لسجل الألعاب. بكل أسف صار محاولة اختطاف. كزكي فديت؟ مثل ما سمعت. وين أبو طالب هلأ؟ طمن سيدي، العملية بقت بالفشل وأبو طالب ما زال تحت السيطرة. ورجالنا ما قدروا يمسكوا حدا من الخاطفين؟ بكل أسف لا، لأنه كان كل همهم المحافظة على أبو طالب. وبرأيك يا فخري مين حاول يختطف أبو طالب؟ بالضبط ما بنعرف سيدي، بس التحقيقات ما زالت جارية. لازم نوصل للفاعل بأقصى سرعة. أمرك سيدي. تابع عملك. أمرك سيدي. احترام. حملني شوي ابن عباس. هانت ابو العباس. هانت ابو العباس. زين لك وين الزين؟ لك وليك وجاهز صح. سبتوه شباب سبتوه. نزل ايده. شد حيلك يا ابو العباس. حمل حمل يا ابو العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شد حيلك يا ابو العباس. يا رب. وأنا اللي كنت فايت على بيت الجماعة بلا أحمى بلا دستور، بدي أشحط الرجال وقتل الأولاد والنسوان كمان وهد البيت فوق راسه. لا إله إلا الله، كمل خلصنا بعدين. فعلاً فتيلتك طويلة صفانه. لك أخي شو بكون جايكم بالسيرة؟ لك وصلنا للزبدة مو معقولة لسه أخذنا وجايبنا. أخي ما رح طول عليكم. جايلة صفانه، سلام يا أبي. وقت قعدوني الحريم تبع البيت وعمولي الفشكة من كتفي حسيت الدنيا ما عاد وسعتني. ايه شرف كاس. الله يسلمك ايديك. كمي. بعدين لما صحيت على حالي بعد ما ارتدت لي روحي حسيت حالي كأني صحيت من كابوس لك كابوس بشع. قررت اني ارجع لأصلي وقف مع ابن بلدي. لك الله محيي البطل اللي حملها. الله محيي. بعدين استسمحت من حريم البيت وطلبت منهم انه يعطوني توب بلادي. ايه واعطوني التوب. ايوه وانا لبست لكم توب بلادي يا شباب. حسيت حالي طبت دغري واندمل جرحي ونطيت مثل المهر. لك يا عين عليك. لك الله محيي المهراوي. وطلعت لكم من باب بيت الجماعه بقولت الله اكبر ونهاريت قتلت 5 جنود فرنساوي. لك بري على سماك. ما راح طول عليكم وضليت هيك فتره منيحه لحد ما تصاوبتوا مسكوني وعرفوني دغري وجابوني لهم. ايوه والله قصة غريبة عجيبة انت لك صفوان. وحياة شواربكم يا شباب.
ماني ندمان ولا تكة صغيرة. لك مو بس لو حكموني مؤبد، لو عدموني حتى، لأني رح موت بشرف. لك هذا هو ابن البلد الأصيل. لك الله وكيلكم، ما طاوعني ضميري ضل مع الفرنساوية دقيقة واحدة بعد الشي اللي شفته من الحريم، وشلون عاملوني مثل الأم الحنون. يا سيدي وينك؟ نسوان البيت بالعملة اللي عملوها طلعوا فهمانين، فهمانين كتير الله وكيلك. لك الله محيي حريم الشام. الله لك عار علي وعلى أهلي إذا ببقى يوم واحد مع الفرنساوي بعد اللي شفته من الحريم. الله محيي أصلاً. الله محيي أصلاً. لك الله أكبر يا شباب، لك هذا أبو طالب زعيم الألوات وكبيرة. يا باطل. لك أهلين بعمي أبو طالب كبير. وعلى شو؟ أهلين بالمعلم. أهلين بدر الدين، أهلين بالشباب الطيبة. طمني عمي، إن شاء الله ما تكون محكوميتك كبيرة. مو كتير بس مؤبد. يا باطل يا باطل على الحكي عمي. صغيرة عمي صغيرة، وما رح يصير غير اللي كاتبه رب العالمين.